سيقولي إقبال جماهيري غفير في كلتا القاعتين، قاعة السعادة وقاعة المغرب، جمهور ذواق ومتعطش للسينما، ونلاحظ هذا من خلال بعض آراء الزوار والمشاهدين للأفلام، خصوصا وأن المهرجان الدولي للفيلم العربي غاب 6 سنوات، يعني هذه العودة بقوة وبتنظيم محكم وجيد أسرت جميع ساكني ولاية وهران. هي فرصة أن العودة تاع المهرجان الفيلم العربي بعد 6 سنوات غياب كانت بمبادرات فنية. اليوم فتحنا المجال أنه نحضروا بعض الأفلام، أن كانت فرصة أيضا نلتقي مع عدة فنانين وعدة نشاركهم هذه الأفلام. العودة تاع المهرجان كانت حاجة مليحة لوهرنا، كما أنا بعد سنين تاع غياب كاين أصدقاء ما شفتهمش، راني بالك في 6 سنين اليوم شفتهم فنانين المخرجين منتجين.